لا بعد ما مطر ديوان موقع ديوان مشاهدينا الكبار صباح الخير ونحن في العوده من منطقه شفشاون سقوط احد السيارات في مكشد ونحن في طريق العوده بعد ما غطينا الحدث ديال الطفل اريان. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي الحدث بلاسكات صباحكم خير. سقوط احد السيارات في هذا المنعرج الخطير ولكن لله الحمد ما كاينش خسائر في الارواح ولله الحمد كما كتشوفوا معنا لان هذه المنعرجات خطيره وخطيره جدا ولكن الاخطار الالهيه حالت دون خسائر ماديه كما كتشاهدوا معنا مباشره مشاهدينا الكرام مشاهدي الحدث بلاسكات مباشره من منطقه امغان سقوط احد السيارات كما كتشاهدوا معنا المباشر ونحن عائدون من منطقه التغطيه منطقه الحدث ديال الطفل العليم الطفل اريان وان الطريق احنا عشناها انها طريق خطيره ووعره ووعره جدا مشاهدينا الكرام مشاهدي الحدث بلاسكات سقوط احد السيارات في المنعرج اللي عانينا منه احنا كصحفيين في تغطيتنا لهذا الحادث ديال الطفل ريان. الحمد لله كما كتشاهدوا معنا خسائر بسيطه والاخضر الهيه هي حاله دون وقوع احد الكوارث هنا في منطقه الشاون كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي الحدث بلاسكات خسائر كان هرب بوحدو لا كان بوحدو الحمد لله الحمد لله لان كما قلنا سابقا الطريق واعره وواعره جدا ولكن الاخطار الهيه حالت دون وقوع كوارث في هذا الطريق اللي هي صعيبه وصعيبه بزاف هذا المنعرج الخطير كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي الحدث بلاسكات مباشره من منطقه الشاون ونحن في طريق العودة في منطقة الشاون مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا معنا هاد الحادثة الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما كاينش خسائر كبيرة ولكن الحمد لله كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي الحدث بلاسكات ونحن في طريق العودة من منطقة الشاون بعد التغطية الصحفية للطفل أريان تغمد الله بواسع رحمته هاد الطريق اللي فيها عدة منعرجات كما كتشوفوا معنا منعرجات خطيرة وخطيرة جدا تستلزم الكثير من اليقظة وكذلك الاستعداد يكون بدني وذهني كبير ولكن الحمد لله كما كتشوفوا معنا خسائر مادية اللي كانت هنا ولكن الحمد لله الحمد لله كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي الحد غير تصادفنا مع هذا الحادث وحبينا نقلوا للمشاهدين الكرام مشاهدي الحدث بلاسكات مباشره من الشاون كما كتشاهدوا معنا مباشره المشاهدين الكرام مشاهدي الحدث بلاسكات مباشره من مدينه الشاون كما كتشاهدوا معنا هذه الحادثه اللي وقعت في هذا الطريق الحمد لله الحمد لله ما كانش خسائر كبيره وكنشكركم كنشكروا على الدعم ديالكم مشاهدينا الكرام اللي تلقيناه منكم طيله تغطيتنا للحدث ديال سقوط الطفل اريان هو الوفاه ديالو اللي خلقت واحد الاسى كبير بالنسبه لجميع المغاربه مشاهدينا الكرام مشاهدي الحدث بلاسكات ونحن في طريق العوده كما قلنا سابقا بان ننقل لكم هذا الحادث اللي وقع في الطريق وحبينا باش ننقل هذا الحادث لنعرج على خطوره هذه المسالك وهذه المنعرجات المؤديه الى الشاون والمؤديه الى مدينة الحسيمة منعرجات خطيرة وخطيرة جدا نسأل الله السلامة والعافية مشاهدي الحدث بلاسكات كما كتشوفوا معنا هاد المنعرجات اللي عانينا منها منعرجات خطيرة وخطيرة جدا ولكن الحمد لله على أي حال الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله وخسائر ما كيناش لأن السيد الحمد لله أصيب بها لا ولكن الحمد لله الاخضر الى هي شاءت دون وقوع اي ضرر بالنسبه لهذا السائق
الحمد لله أن الأمور مرت بسلام بخير وعلى خير. مشاهدينا الكرام، مشاهدي الحدث بنسكات، كنا معكم مباشرة من منطقة الشاون لحظة سقوط هذه السيارة في هذا المنعرج. الحمد لله أن هذا المنعرج بعد ما فيش واحد خطير. نشكركم مشاهدينا الكرام، مشاهدي الحدث بنسكات. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي الحدث بانسكات، كنا معكم على المباشر من منطقة الشاون لهذا الحدث، وإلى اللقاء في مباشر آخر دائما على قناتكم الحدث بانسكات. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.